طيب دي كانت الطريقة اللي المصريين اتعاملوا بيها مع الموضوع، والحقيقة انه السؤال مازال قائم، هل المصريين يعني اتعاملوا كده لان مرة تانية بيستحضروا من تاريخهم فكرة قوة قواهم المجتمعية على الرفض وإذابة أي شيء مختلف وغير قابل للذوبان داخل الهوية المصرية، ولا ده نوع من الاستخفاف؟ خلونا نطرح السؤال على الدكتور جمال شقرة، رئيس مركز الدراسات دراسات الشرق الأوسط في جامعة عين شمس. دكتور شقرة، يعني بداية كده خلينا الأول نعرف من حضرتك، القوى المجتمعية ما بتقبلش في مصر إما الاندماج في الهوية المصرية وإما الطرد سواء طال الوقت أو قصر، الكلام ده صحيح لأي مدى؟ أولا أنا بحييك على إثارة هذا الموضوع. الأمر الثاني المهم، أنت أشرتي إلى أنه هذا الشعب المتحضر العظيم بيقبل التعدد وبيقبل ضيوفه، لكن إذا ما تحولوا إلى مستعمرين بيبدأ ياخد مواقف عنيفة منهم. صحيح. وحضرتك ضربتي مثال على نابليون بونابرت. لما وصل نابليون بونابرت إلى مصر واضطروا أن هم ينحنون للرياح لأنه جاء بالقنبر أو القنبلة، وما كانتش دي معروفة في مصر في هذا الوقت، فلما انحنوا لبونابرت وسمعوا المانيفستو أو المنشور اللي بعته اللي غزلهم فيه وقال بسم الله الرحمن الرحيم وأنتم الشعب الحسن الأحسن الذي لم يخلق مثله في الوجود إلى آخر الكلام الجميل ده، بعد شوية قالوا له طب انت مين؟ انت جاي تضرب المماليك، طب انت مين؟ ما انت مستعمر. قاموا ضده على طول بثورة القاهرة الأولى وثورة القاهرة الثانية. طيب. إذن جينات هذا الشعب العظيم، جينات الشعب المصري فيها اللي ممكن يكون ورثوا للي عايشين دلوقتي، يعني كل أحفاد المصريين القدماء درسوا وحفظوا وفي جيناتهم بتجري الأدبيات، أدبيات مصر القديمة اللي فيها سخرية من الحاكم عندما يستبد. تمام. فيها أساليب الـ 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 الاحتجاج السلبي، يعني شعب متحضر عارف أنه ما يقدرش دلوقتي يواجه مستعمره فيبدأ ينغص عليه عيشته، زي بقى بالضبط ما حضرتك عرضت دلوقتي السخرية من داعش. فيبدأ ينغص عليه عيشته بالنكت وبالشكاوى وبالدعاء عليه وبيكنس السيدة زينب عليه، يكتب على الجدران وعلى الحيطان الكاريكاتير، الأغاني، الهتاف بتاع الصامتين اللي حضرتك تشوفيه على عربيات الميكروباص. يجيك من انه يقول مثلا الحلوة دي من المنصورة مثلا ولا الحلوة دي من المنوفية، لا يقول انه ليك يوم يا ظالم. مين الظالم ده؟ ما هو المستبد أو المستعمر. أو يقول مثلا الأيام بتدور يا حصحص، وأنا نفسي شفت على عربية من العربيات في شعار من هذا. لا، المستعمر بقى له قصة معانا حتى في التاريخ الحديث، قصص عملية السخرية من المستعمر. يعني أنا أرجع حضرتك ل 1805، ومش هطول يا أستاذ أمين. 1805 لما وزير المالية أو اللي قائم بعمل وزير المالية مع خورشيد باشا الوالي العثماني المتجبر، لما أفلس المصريين قعدوا يجرسوه ويغنوا له ايش تاخد من تفليسي يا برديسي، خلاص انت افقرتنا هتاخد مننا ايه تاني، احنا اصبحنا عرايا، ولفوا حوالين القلعة لغاية ما تجمهروا 45,000 مصري وشالوا خورشيد. تعالي لما المعتمد البريطاني نافع سعد زغلول عملوا فيه ايه؟ ما هماش قادرين على بريطانيا الامبراطورية العظيمة وقتها، اذن عملوا فيه ايه؟ ببساطة شديدة غنوا له اغنية جرسوه، فاضطر ان هم حكومته تشيله، والاغنية كانت بسيطة جدا واحنا ما نعرفش مين اللي بيغني الاغاني دي، قالوا له كده يا وينجت يا وش النملة، مين قال لك تعمل دي العملة؟ والعملة اللي هي نفي سعد زغلول. وزير خارجية انجلترا لما صرح بانه لا المصريين نافع معاهم دستور 23 ولا دستور 30، قالوا له ايه؟ يسقط هور ابن الطور. وهور ده مين؟ هور ده هو صامويل هور وزير خارجية بريطانيا. ولذلك
هذه الأسلحة جبارة على فكرة، تدي رفع المعنوية الشعب المصري انه لا تخافوا من غور ولا تخافوا من وينجت ولا تخافوا من اي حد. عشان كده تجد في الوثائق البريطانية انه الشعب ده دوخ المستعمرين. وحضرتك بتتوقع انه الاداءات اللي بدأت مبكرا دلوقتي للرد على ان داعش بتهددنا انها هتيجي مصر، انه ده مرة تانية احياء في الذاكرة الشعبية للدور المجتمعي في رفض اي ظاهرة لا تنتمي لينا؟ تمام، اكيد الطفل والمرأة والرجل والشباب كلهم بيستحضروا من جيناتهم او من تاريخنا، بيستحضروا السخرية من هذا الذي يستخدم سلاح خطير جدا اللي هو سلاح الدعاية ومحاولة التأثير على معنويات الشعب المصري العظيم. بشكرك شكرا جزيلا رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة عين شمس الدكتور جمال شقرة. والحقيقة بما أنه قال حتى الطفل وحتى المرأة، عايزة حضراتكم قبل ما نروح للفاصل تشوفوا معايا إزاي الأطفال ومن كل المستويات والمدارس والطبقات هم كمان عملوا لنفسهم فيديوهاتهم زي ما السيناريو المتخيل كان بيتكلم ان المصريين هيقولوا للدواعش اقفوا نتصور معاكم، ويعني هيجبروهم على كسر فكرة الهيبة. ما هو الأغنية اللي حضراتكم سمعتوها النشيد ده النشيد اللي خوفوا بيه العراقيين لما كانوا بيفتحوا المدافع بتاعتهم على المدنيين والعامة في الطرق. المصريين استبقوهم وقالوا لهم حتى النشيد بتاعكم